هو شخص لقال هاي سكاه صارتي عارف راح وصل بس قال وصل من الجريس قال له مش أي أدي أبل تسلمنا أدي أتعطى ما يحس في وطني أرض المنطقة واحد يقول لي أرودي هذا الكسور القومي حتى على آخر إلي إلى كسور قومه وأنا أهضى يوم وحان ما أنتي نهلا يقصى كريم وسمان لك أنتي وغرين واحد على إلى كايلة نبيلي ورضا قومية يوسى نداري بها جداء وبركوت وتهربا العودية يبو السيناء السبت كور طرشد يا العودية يقرض كوها دعطا معلوم وربا وحقر الكتبية ومدنا هروبا تشتري ويكنه وسالة ايو وسالة وفاقتها وحمرانا هاي وحور ريشتها رئيس بور دير وزيركا إذا حكوا ذلك ما أنتم طريقين أحتوى إذا فرنيا وحيو لها يوحى كوكن فيه ومضوع عطايا ووش تم إيا معلمتي أي تاريخ واحد لبي يتوكي بشي لبان لبدي كوني يتوكي يتوكي يوم الحويم وغني فرنيا يوحي جيركا أها يا لبضا وغني يشري دي جنتا وحيو مسؤولية حكومة نكسوا بحي حالا الله يسكوها بضي وقصة بسم قرآن قرآن كي لبضا قرآن الله كي مسؤولية تقار كون أيانها وحفظ قال الله كي هي شيء كي أي حكومة تسوي لنا لقى الشيء دولة تستقر ما لك عارف هل كقار كان أي كلا حياة وحفظ كي مهور كي هي شيء كي أي حكومة تسوي لنا لقى التوتر دولة تستقر ما لك عارف مسؤولية تقار لما دولة وحا وهي كم الاستعي وهي سكوبيت كلا هاي وين عمر الشهر لما ده قلنا هي لما يطلع كي في شيء لما لما دي كل يوم تطلع يطلع وعن سحب ويا هاي هالشيء اسمه حكومة كوسي سي أما كوسي رئيسه دولة الإمارات كعرب تصدق بالتري وعن قلنا ياش واحد من اللي ربع الدول على كتلا على كتيا كل دول يا مسؤولية الحكومة كقط تقرأ أي حكومة فنجو اللي تيك أهو كنتي أي حكومة كو على مشدد وينا هي وطاقة رجل على عارف كجد دول إيسا عند إكسان إيسا فتك حلاك هو هي هي أنت أي خارج كجد حد لك طبعا واحد كم عطا يا تدك عس تاسو تاسو سيجو تاء وغسي دايو ورباهي تقرنكا انت بدن تدك حد ليا وهي واحد ليام وحياة سكوني ضوء أركي سنين لوصول القمي وبضيعة سنكو هرمر مدروك إليا دات كديد يانا هرمر ديد وي سلامة كان يكفف كل عيرا هي مسؤولين قرن وانو دي سيقار اللوجي هذا بقى وحا قرمان دم قرمان كومان كده هاد لينا وحا القرآن كيف فرقوا تلك الله كده أها خلالاتك الشرعي إيقابكي ليسوية علي فردقة لوما مولي قرآن كمان لغبو ديانها هي سامين تشرعي إيقو يشي قرآن كمبين تفردقة كد فردقة ودتك إيقو لبضا قولي مكوية بصفة شرعية وقوم كواني بيقو لبضا قولي بارانا كوحي ليه فرنية ودتنا هي فرنية وكالقاعة وحنا عدد هي فرنية لبضا قولي بارلماني دستور الجمهوري دي سومان يسمى او سيي قولو وانفا اوانو هي مدح برنادي وقاعة سيدا قوعد قودك سيدين يسودران فخرين تيسا الشراد اي دستور كا اي او ميقان سيدا لبضا قولي بارلمان وحي يالانيا فرنية اي وداعيا هي قوة هذا بقى فدينا ونشيك هاي الله ما نقوله يسويان الدولة وحلوها عيا قالوا كسيدين يا صدرا فغردي سميحان ايه دستوك ايه قول ايه السنة خاص بقران لما نقوله بقربا فدينا ونشيك هاي كان يرى ايا ارهمها اي كمت كيه ارهمها نواصبك ايه صوحان الدولة
سياسة رخاوة في عادة يديقة
dadka isku soo taxluujiyay aqoon ahaan cilmi ahaan inay baaraan oo research ku sameeyaan saldhigga military ee base ee balbara laga bixinayaa dhaqaale ahaan dhaqan ahaan faa'iido bay noo leeyahay waxaan leeyahay arrimihii halka ay ka akhriyeen hadday tahay xagga bay'adda hadday tahay xagga dhaqanka hadday tahay xagga dhaqaalaha hadday tahay xagga siyaasadda hadday tahay xagga amniga midna saldhigga inaanay dani noogu jirin afkaarta waa la qabaa waana aaminsanahay waxaan nagu arkayaa qof kasta oo caqligiisu caafimaad qabaa oo fayow yahay inuu qaadan karo ama qaadan doono laakiin dhibaatadu maxay tahay makhluuq ama bini'aadamku wuxuu u qaybsamaa saddex qayb miyir qabta iyo qayb waalan iyo qayb ku sugan barta midhalayka loo yaqaano ama barkulanka oo axyaanna u eeg inay waalan yihiin axyaanna u eeg inay miyir qabaan kuwaasi samaha waxay u yaqaanaan xumo khayrka waxay u yaqaanaan shar horumarka dib u dhaca waxay u yaqaanaan horumar waddanku cul la gelinayo waxay u yaqaanaan investment waxaan garanayaa amaba aan arkay dhibaatada ama saldhigga inay dhacig soo geli jirto sacuudiga oo aynu ognahay awoodda u leeyahay madalkiisa suu ilaashanayo ayaan ku dhici jirin inuu soo galo sakanka ama meesha ay degan yihiin ragga macalimiinta gaalada ah ee tababari jirtay ee saldhigga gacanta ku haysa wixii ka dhici jiray anugu mar waxaan uga shaqayn jiray bawer ka ootahay jenereetarada marna shiiftigaanu bedeli jiray waan geli jiray anugu laakiin fasaqa iyo dhibaatada iyo waxaa ka jiray ilaa unbaa soo koobi karaa iyo waxay ku samayn jireen inaka oo ah dowlad aan la ictiraafsaneen amaba wax walay sameynayaanba safaarad ayna ka joogin imaaraadka oo nuga dacwoono inaynu saldhig maanta ku diiranno oo goobtahay aynu nidhaahno dowlad baynu la gelinaa waa qalab baan u arkaa waanan ku waafaqsanahay khubaradaas amaba waxgaradka guddidaa loo saaray talooyinkii waa noo gelisiyey marka waxaan ku talin lahaa oran lahaa war saldhig maanta wax faa'iidaa u soomaali ilaa nagu jirta ma jirto maxaa dadka loo xajiiminaya beenta lagu sheegaya waa been baanu leenahay waxaana yeelimayno waa la soo jeedaa ummaddu ummaddana waxaan ugu baaqayaa ha ka kacaan fadhiga ha diidan waxyeelada ha diidan xanafta ha diidan dhibaatada iyo kala qoqobka waanu diidnaanu leenahay sida aynu la wada socono dunidan aynu ku noollahay sideedaba waxa isku haya laba nidaam oo uu ka dhexeeyaa tartanka hoose nidaam waxa weeye nidaamka teritariska ah nidaamna waxa weeye nidaamka dimuqraadiga ah inta badan haddii aad aragto ummad aan awood u lahayn inay hadasho oo ka baqata madaxda oo aan ra'yigeeda diiban karin oo aan aragtideeda cabiri karin waa ummad ku hoos nool teritaris dhinaca kale haddaad aragto ummad xorriyad ku nool oo hadli kara oo sheegi kara wixii qaldan oo ka doodi kara wixii hortooda la keeno oo wax kasta oo qarankooda saamayn ku leh su'aal geliya si ay u helaan jawaabta saxda ah iyo wixii ku habboon qarankooda ummaddaasina waa ummad qalbiga xorka ah oo dimuqraadiyad ku nool sidaasoy tahay ummadda soomaaliland waxay khibrad u leedahay labadaba oo waxay soo martay karitaris si adag ula dhaqmay oo xasuuqay oo aan ogolaanin inay xorriyaddeeda isticmaasho maxamed siyaad barre iyo dowladdii soomaaliya markii ay soomaaliland ka tirsanayd cadaadis xoog leh ayaa ummadda ku soo dhacay ummaddani halka dheer bay gashay way dagaalantay naf iyo maalba way hurtay waxaan qabaa marka laga tago in ay xornimadeeda la soo noqonaysay qodobka labaad ay u halgantayna wuxuu ahaa ina ay hesho xorriyad hadal dimuqraadiyad iyo inay masiirka ummaddooda tarku yeeshaan maanta
أو أي هلك سوالي لانشري الله راكن سنظر فني ماذا كنا لوني أو أي أمد سوالي لانسامي ستي تستور قيحية السحر اللون نورادو أو ديمقراطية اللون نورادو تستور قيحية إن صدح سبقران ومعنه لهي الاستيوشن اسأما هي أدول قطوه أمد سوالي لانا يصامي ستي سي أي ذاتي غيري إقرات هيدا وعبرتو وحا أيمان تتاهمتها إنه مدى سوماري لا يعرفه لابد له ذكره والله ما هذي ترى سامي تلحد أو قرن كان كل يهاي سلك الواحد وين سامي توقي يلا كرونا قارا يوم جانا عسكر جمهورية سوماري وحين دورنا يحل كلا ربعين سلك اللي قبل حين يلا يتهاي مجالا البربرة مجالا البربرة يكون طالق قوم مهيمة أو أسكو حين دبنا عس يبدو يتهين فيها إسلام الله عسكر واحد وين وامبيركو حبان كان عسكر فعوين قبل كان عسكر انتهاء جدي جمهورية الصومالية هشيس كي الحكومة الله كشيء شركة دي بي بي هذا الجوهر يجي ولي بس الآن عطين الجوهر يجي ربش ده هي اللي بعطوني كسر ده نايم كور حينه وحقوق عد إن أنت هشيس كان سجله مدة لازم صدام بسنا أو ولي بس طبعا سنا أو كلام الله سيف في دين كرو إن أنا الصومالي لان دكت كلا لقيت نسيكه سيدي بقولي كنتم كيلومتر ويا نعتم سيدي دا بقولي كنتم كان كيلومتر بقول حلكيني يا براكيب تقال وهذه بطة عينا كعرك لقصوا بالدفاع حيبه إنه قولنا سيارة تسوس سوتو حلو ركيب دونا ريدارو ريدار هذا سوى الشيء دونا وحلو كل حيد أقلقاق بطة سمينا يا أردن ويشيقيا والحيد دونك سمينا يا ويشيقيا وكبورا قولنا وحلو ركيب دونا ريدارو ريدار هذا سيل قولك يحيب تلقو سمينا يا لبضو بوحي سمينا يا أقلقاق بطة كإيمانا يا يكبرق كإيمانا يا لبضو ويلا سعوني سي عيدن كعرف أهود يا شمرك عينو بردوريو وحيك سوى يا رقاب ديار ذا اللي كينا يحرق ودهرت السيد الإمارات كده اللي سعوتين بيه الوحي ليه نصدح بقول إيه لحدن إيه سديد ديار ذا بيه صدح ذا بقول إيه لحدن إيه سديد كا ديار ذا وعيدن كعرف أو كل يالي ماها عيدن ماها إبرتس كديار ذا هلا يرام ماها وعيدن كعرف أفر كن أو قف ويان عيدن كود استافكم ديار ذا زوجة كوبيه هو ترانسبورتر هو ترينجر ولا لغو ترينجر يا خالد سود يبغو تقال ديار ذا هل لكينا يه لغو تقال كلي يا ببر والله ما نعرف لبعض نعرف حوي الميراج 2000 ديار ذا هل يرى فرانسيس بسميه يا ديار ذا هل يرى F16 كأمريكا بسميه ديار ذا هل يرى هو ميراج كو وحي أول ليهن إن اللحد كن أوفيت أقول لك كيف عكران بركات تذكر أيام بيلو شيء إن الحديدة يقول حديدية هي بيس كلا قبل حين يا بربرة يا رب أسمع كلو لك كيف على المسافة ده إن تالك أي تكتب أي كسر نقول يصير بوركيدي بعد أي كسر وريك إذا كم يرانا يتدبات كيلومتر أو هرقيس دشيت يكوريك كذا ديار ده F16 كنا واقلمي waxaan markayay sheegaya diyaarad kasta oo kacda oo dhulka ka kacda markay kacayso waxay ku kacdaa wax leenaa flat land iska ma kacayay ninka pilot ka diyaarada wada wuxuu ku kacayaa oo farta laga saaraya marka garoonka ka kacdo hadaan ku soo noqon karo weeydo garoonka oo digi karo weeydo meel bilay dig balay marka base ka barbare laga bixiyo kuma koobna barbare hargeysada inay joogeen naftida cilmiyan ayaa ku jirta وسير كريم هذه بدأ السؤال لأن دكتور سعد على الشراء وحق معموس كالدولي كأحمر كرراء وكالي يقول كلها حبير كي وذا حاجوت كالأحمر يلا بدأ الدولي دي السؤال لأن يسوطة كالمارات كهربتا أيان له على شقال وكلها قرن كان انتي أي سمتي أريد هشيس كي يصليك مرق الله هذا يورباهي تطوان كي نوفمبر ربكوني تطوية طوان استغرب وكسو الدقي مدار كرجال انترناشنال وحميري وحشيسة أو عن وحشيسة أو لك على مجرو أنا يقول بس عي أي واحد عاري ضد السومال لم كتشري هشيس كاس عاري ضد السومال لم كتشري العدة كي يدمن